طلعت في شينك، دي المقبرة الأثرية اللي تم اكتشافها في بني سويف وأثارت الجدل خلال الفترة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي. النيابة العامة كشفت لنا الحقيقة كاملة. تعالوا نعرف القصة. البداية لما شاهد أفراد الأمن حال تفقدهم الحالة الأمنية لقرية بمركز الفشل ببني سويف مجموعة من الأشخاص على تبة بمنطقة صحراوية ومعاهم سيارة ربع نقل، ولما اشتبهوا فيهم قربوا منهم راحوا الأشخاص هربوا على طول. أفراد الأمن راحوا يشوفوا الناس دي كانت بتعمل إيه هناك، لقوا مجموعة من التماثيل الفرعونية جنب حفرة مغطاة بباب حديدي مغلق، فعلى الفور فتحوا الباب لقوا حفرة عمقها حوالي مترين وتوديك لسرداب فيه ثلاث غرف ومليان تماثيل تشبه التماثيل الأثرية. النيابة انتقلت للموقع وكان معاها لجنة مشكلة من وزارة الآثار لفحص محتويات الغرف، وطلعت المفاجأة أن الحفرة تحتوي على رسوم منقوشة على جدران الغرف الثلاثة وكل ما فيها مقلد وحديث السن وغير أثري. بالتحريات ظهر أن مجموعة من الأشخاص عملوا المقبرة الوهمية للاحتيال على رغيب شراء القطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم، وعلى الفور أمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم. صحيح نصابين لكن ظرفاء.